السيد الرئيس يعني أصدر حزمة من القرارات والإجراءات تأخذ حسب رأيي شقين، المحور الأول وهو محور الوقائي، المحور الثاني وهو المحور العلاجي أو محور التكفلي. كيف ترون فعاليتها أنتم كمختصون بروفيسور بوعمرة؟ أولا أشكرك على الدعوة، ثانيا إذا كنا باش نوصلوا حتى الاحترازات اللي كانوا البارح أمروا بها، نعم، نشوفوا ليفوليسيون تاع الخروج تاعنا من الكونفينمون. نعم، الخروج تاعنا من الكونفينمون كان لازم نعرفوا أنه الفيروس مازال موجود ولازم نتعايشوا معه، ولكن كيفاش نتعايشوا معه؟ كان بأقل ضرر، كان لازم نتعايشوا معاه بالاحترازات الوقائيه. نعم، او لي ميزور باريير. اذا باش نعيشوا مع باش نعيشوا ونقدروا نتحكموا في الحاله اللي راح تجي بعد الكونفينمون، كان لازم نطبقوا كل الاحترازات الوقائيه اللي كنا قلناها وعاودناها. والمهم من هذا كانوا كانوا دي سيناريوهات كثيره. من بين السيناريوهات كان نخرجوا ابري لو كونفينمون كي تي بروغريسيف ومارين، سواء يقعدونا البؤر ونتحكموا فيها، هذه الحاله الاولى. كان يقدر البؤر، السيناريو الثاني كان نقدر يكون كاين بؤر في الولايه، ولكن تسرى ليكستونسيون تاع البؤر هذه داخل الولايه، سكون ابل ليكستونسيون لوكال محلي. والسيناريو الثالث اللي رانا فيه انه خرجنا افيك ليكستونسيون تاع لي فوايي لوكو تاعنا اللي خرجوا البؤر المحليه وتنقلت، والان واش رانا نشاهدوا انه كاين تنقل ما بين الولايات. نعم، اذا شفنا الخريطه الوبائيه الان بليده الجي ستيف سيتيف مسيلة بالسكرة الواد، إذا خذينا مثلا سطيف وين هي منطقة معروفة بعدد السكان، إذا فيها كثافة سكانية كثيرة، وفي منطقة صناعية وكوميرسيال، نعم، سيدي تجارية، كل الولايات يجوا ليها. إذا شفنا الانتقال الآن تاع المال، ونعرفوا أن الكوفيد لا ترانسميسيون راهي تري رابيد، دونك الانتقال من ولايه الصيف الى مدن الى ولايات قريبه منها كالمسيله كبسكره، استدير هذا لاحظناه. اذا في الاحترازات ولا واش البارح جاء من كونسيرنون لي ميزور دو بريفونسيون كان ليميتي لو ديبلاسمون، الانتقال من الولايات، سا سي تري امبورتون، باسكو الملاحظه الان انه كاين انتقال لا ترانسميسيون تاع لا مالادي، الناس يجوا الولايه يدوا المرض ويروحوا لولايه اخرى. كاين ولايات الان مثلا ورقلا كي لا بورت دونتري تاع لو سود، اي راهي الحالات بدات تزايد فيها. اذا ما قمناش نصدر نقصوا لو ديبلاسمون، ليميتيو لو ديبلاسمون، تقدر هي تكون من بعد خطر لولايات اخرى. نعم، اذا انا جو بونس هذا في هذه المده، هذه بروفيسور بوعمره، في هذه المده يعني حظر الانتقال من الولايات، يعني ما يجب ان نفعله حتى ما نقعدوش يعني كل حياتنا واحنا هكا، يعني رفع الحجر إعادة الحجر، يعني ماذا بينا النتيجة تكون بي 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 بطريقة سريعة وبفعالية أيضا. لا، هي الفعالية إذا حطينا لي ميزور اللي رانا نقولهم، لي ميزور باريير يقعدونا يلزم نطبقوهم، لأنه حتى في الدول مثل فرنسا ودول أخرى وين بدات الناس تتراخى، راهم خايفين باش تجيهم اون دوزيام فاك. نعم، إذا لي ميزور باريير هذوما لازم نطبقوهم. واش نعملوا إذا؟ ميزور باريير المواطن وين هو عنصر أساسي، سي اون ريسبونسابيليتي، سي سا نقولوا كل واحد لا ريسبونسابيليتي دو شاكان. نعم، الإنسان يلزم يكون، هذا المواطن يلزم يكون مسؤول، لازم يطبق البورت بافات لا ديستونساسيون سوسيال، لازم يعيش بهم، لانه الفيروس راهو قاعد مادام لا ريسبتيفيتي لا بوبيلاسيون ماهيش اميونيزي، والفيروس مازال لا كونتاميناسيون مازالت كاينه. حنا واش نديرو بلي ميزور هذو؟ نقصوا من لا كونتاميناسيون، دونك لي ميزور باريير هذو ما يلزمنا خلاص نعيشوا بهم حتى ان شاء الله تجينا الفاكسان، باسكو لا كونتاميناسيون راهي موجوده. نعم، لي زونكات ابيديميولوجيك لازم كي نطبقوهم، لازم لي زاكسيون اللي يجوا من لي زونكات باغ اكزومبل بور كاسي لا شين، لو كونفينمون تاع الناس لو سوجي كونتاكت لازم يندار على حساب الفرد. اذا كان الفرد مثلا عنده لي تاع في الدار، عنده فيلا باغ اكزومبل، يقول لك انا نقدر جو بو ابليكي لي ميزور في داري، يقعد في داره
متنو اذا كان الناس من ما عندهمش الامكانيات باش يتكونفينيو في الدار جو بونس سي لو مومون باش نكونفينيو في المؤسسات نعم يقعد سا سي امبورطون لو كونفينمون بارسيال لو كونفينمون بارسيال هذا يندار نهار اللي من لي ميزور باريال ما يطبقوش لي زون كات ايبيديميولوجيك ان دي باسيون باسكو لي مالادي ولي جونا بزاف لي زوبيتو وهذا واش حدث في المده الاخيره نعم المده الاخيره عندنا اون شارج الناس كاع راهي تشتكي تقول لك ما كاينش بلاصه